اي بزنس في البيت يكون فيه مشاكل اللي هو مثلا فيه اجازات يعني ما هو ما هو ستيبل عرفت كيف وبعدين متعب و يعني ما تقدر تكمل فيه يعني كانت الفكره ان انت تجرب المنتج اذا كان المنتج كويس يصير انت تاكدت من جزء من البزنس انه كويس فيصير تنتقل يصير عندك محل